أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين: الأول في بيان المحكم والمتشابه، والثاني في بيان معنى الكرسي ونسبته إلى العرش بالنسبة لله تبارك وتعالى. أما الكلام حول المحور الأول، قال تبارك وتعالى: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. المحكم هو الآية الواضحة الدلالة، والمتشابه هو الآية المجملة في دلالتها الغامضة في تحديد معناها. وسبب ذلك ومنشأ ذلك أن الآيات المحكمات هي الآيات التي تتضمن مضامين عامة وتتحدث عن مبادئ عامة، فلأنها تتحدث عن مبادئ عامة تكون دلالتها واضحة. مثلا قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثلا قوله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. مثلا قوله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه مضامين عامة في الكتاب، فآياتها آيات محكمة. أما الآيات المتشابهة فما هو سبب التشابه؟ أي ما هو منشأ إجمال دلالتها وغموض معناها؟ نشير إلى مناشئ ثلاثة. المنشأ الأول قد يكون منشأ الإجمال ومنشأ الغموض في الآية هو الإطلاق وعدم التحديد. مثلا قوله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أطلق اليد ولم يحددها، مع أن اليد في اللغة تطلق على تمام هذا العضو، وتطلق على الذراع، وتطلق على الكف، وتطلق على الأصابع، فحيث إنه أطلق اليد ولم يحددها صار ذلك منشأ لإجمال الآية، فأصبحت من الآيات المتشابهة. المنشأ الثاني
أن يكون نفس اللفظ مجملا بحسب معناه اللغوي. مثلا قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أنى بحسب اللغة هي لفظ مجمل، لا يعلم أن المراد به الزمان أو يراد به المكان. فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني في أي زمان شئتم إلا زمان الحيض، أو لا فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني من أي مكان شئتم إلا ما أخرجه الدليل الآخر. فأنى مجملة بين الزمان وبين المكان بحسب معناها اللغوي، وهذا هو الذي أوجب إجمال الآية وكون الآية من الآيات المتشابهة. المنشأ الثالث أن يكون منشأ التشابه هو وصف المجردات بوصف الماديات. القرآن الكريم استخدم الكناية والاستعارة والمجاز المرسل في كثير من مضامينه وفي كثير من مدليله. أحياناً تقتضي الكناية أو الاستعارة أن يصف الأشياء المجردة، يعني الأشياء التي ليست مادية، يصفها بأوصاف المادة فيقع الاشتباه ويقع الغموض. مثلاً قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم، الله ليس أمراً مادياً لكنه وصفه بأوصاف المادة، قال يد الله فوق أيديهم، فحصل الاشتباه في الآية، صارت من الآيات المتشابهة. مثلا عندما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، الله ليس جسما حتى يعقل فيه المجيء والذهاب، لكن وصفه بأوصاف الأجسام، قال وجاء ربك، فأصبحت الآية من الآيات المتشابهة. وقوله عز وجل مثلا الرحمن على العرش استوى، والاستواء من أوصاف المادة، فأصبحت الآية من الآيات المتشابهة. إذن إذا نقارن، إذا قمنا بالمقارنة بين قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نجد أن هذه الآية ليس كمثله شيء محكمة. ليش محكمة؟ لأنها تعرضت لمعنى عام ولم تصف المجرد بأوصاف المادة، فأصبحت آية محكمة. بينما قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لأنها تعرضت لخصوصية معينة وهي خصوصية علاقة الله بالعرش، ووصفت هذه الخصوصية بوصف المادة، أصبحت الآية من الآيات المتشابهة، الرحمن على العرش استوى. أيضا آية الكرسي التي ابتدأنا بها وهي قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، الله يريد يتحدث عن علاقته بالسماوات والأرض والكون، وصف هذه العلاقة بوصف المادة وهو الكرسي. الكرسي من أوصاف الأجسام، من أوصاف المادة، أصبحت هذه الآية من الآيات المتشابهة، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو المحور الأول من حديثنا، بيان المحكم والمتشابه وارتباطه بآية الكرسي التي افتتحنا بها. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني ما يتعلق بالحديث حول الكرسي والعرش ونسبته إلى الوجود. فهنا أذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول، آية الكرسي أفضل آيات القرآن بعد سورة الفاتحة،
ورد في الأحاديث الشريفة في تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام قال له: ما أفضل آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: هي آية الكرسي. أفضل آية نزلت على النبي هي آية الكرسي. طبعا إذا نقارن آية الكرسي بآيات أخرى ربما يكون المعنى موجود في آيات أخرى، مثلا قوله في سورة طه نفس هذا اللفظ: الله لا إله إلا هو، بس ما قال الحي القيوم، قال له الأسماء الحسنى، هذا في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فتعرض للأسماء الحسنى بشكل إجمالي، ما بين ما هي الأسماء الحسنى. أما في آية الكرسي تعرض للأسماء الحسنى بشكل تفصيلي، يعني بين ما هي الأسماء الحسنى. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين. فتعرض للأسماء الحسنى بشكل تفصيلي، بينما في تلك الآية الموجودة في سورة طه تعرض للأسماء الحسنى بشكل شنو؟ إجمالي. في رواية أخرى، هذه الرواية مهمة أن تعرفوها، يذكر الشيخ الصدوق في كتابه المعاني عن الباهلي عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام قال: لا يوجد رجل أدرك عقله الإسلام، يعني عرف الإسلام أو ولد في الإسلام، يبيت ليلته سوادها حتى يقرأ هذه الآية، يعني آية الكرسي. يعني ما يصير يبيت مسلم يبيت ليلة ما يقرأ آية الكرسي، ما يصير. لا يوجد رجل أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام يبيت ليلته سوادها حتى يقرأ هذه الآية ثم قرأها إلى ولا يؤوده حفظهما. ما قرأ الآيات الثلاث، مما يدل على أن آية الكرسي إذا أطلقت تنصرف إلى الآية الأولى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال أمير المؤمنين: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أعطيت آية الكرسي من كنز هو تحت العرش. ثم قال أمير المؤمنين: فمنذ سمعت ذلك ما تركتها ليلة قط. إذن هذا يدل على مرغوبية ومحبوبية قراءة آية الكرسي، هذه الآية العظيمة، في كل ليلة وفي كل حال، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نأتي للأمر الثاني. الأمر الثاني: نسبة الكرسي إلى العرش. في آيات أخرى تحدث عن العرش، قال: الرحمن على العرش استوى وكان عرشه على الماء يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هنا تحدث عن الكرسي، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هي نسبة الكرسي إلى العرش؟
هنا نتحدث عن منظورات ثلاثة: المنظور السياقي، والمنظور الفلسفي، والمنظور الروائي. نأتي أولا للمنظور السياقي. نحن وسياق الآية مع غمض النظر عما ذكرته الروايات الشريفة، لو كنا نحن وسياق الآية، الآية تقول الله لا إله إلا هو، هذه الصفة الأولى، صفة التوحيد، يعني هو واحد الحي، يعني له الحياة المطلقة، القيوم، له القيومية والإحاطة والسيطرة المطلقة، لا تأخذه سنة ولا نوم، إشارة إلى القدرة وأنه لا يطرأ عليه عجز أبدا، هو القادر المطلق جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض، إشارة إلى الملك، كما قال في آية أخرى تبارك الذي بيده الملك، هذا إشارة إلى الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، ولذلك يعني لأن بيده الملك ما يقدر أحد يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هو المالك، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ثم تعرض لصفة العلم، قال ولا يحيطون بشيء من علم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذه صفة العلم. ثم جاء إلى صفة السلطنة، قال وسع كرسيه، هذه كناية عن السلطنة، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي هنا بحسب المنظور السياقي للآية المباركة كناية عن سلطنته تبارك وتعالى ونفوذ أمره، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إشارة إلى نفوذ الأمر والسلطنة. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. زين، انجي الآن إلى المنظور الفلسفي، ركزوا معي قليلا في تحديد نسبة الكرسي إلى العرش. الكرسي، العرش، كلها مراتب من علمه تبارك وتعالى. العرش والكرسي إشارة إلى مراتب من علمه عز وجل، يعني من مراتب علمه العرش، من مراتب علمه الكرسي، من مراتب علمه العلم الفعلي، هذه خليه بعدين يشتغل، لا تخلوه الآن يشتغل. كل ذلك إشارة إلى مراتب علمه، إنما كل مرتبة من مراتب العلم يعبر عنها بعنوان معين ويعبر عنها بمقام معين، حتى أشرح لك هذا المعنى. أنا أمثل لك بمثال حسي ومن خلاله يتضح لك. إذا افترضنا أن إنسان زين عنده شركة، أو إنسان ملك دولة، هذا الملك مراتب ملكه، وهذا الذي عنده الشركة مراتب ملكه ثلاث. المرتبة الأولى مرتبة الملك الفعلي. شنو معنى مرتبة الملك الفعلي؟ يعني عند عمال تشتغل، هذه العمال الذين يشتغلون بأمره، هذا يحرث، هذا يزرع، هذا يصنع، هذا، هؤلاء العمال، هذا مثلا ملك دولة، وهذه الحكومة عندها شركات، وهذه الشركات عندها موظفين، وهؤلاء الموظفون يعملون، كل موظف في مقام معين، في زاوية معينة، في جهة معينة. هؤلاء العمال الذين يعملون، هؤلاء العمال الذين يعملون يشكلون مرتبة من مراتب ملكه، وتسمى هذه المرتبة بمرتبة الملك الفعلي.
مرتبة الملك الخارجي. هذه المرتبة ألا وهي مرتبة الملك الفعلي يعبر عنها الفلاسفة بمرتبة تزاحم الإرادات. شلون يعني مرتبة تزاحم الإرادات؟ يعني هذا العامل يشتغل في هالجهة ربما يزاحم العامل الثاني، والعامل الثاني يزاحم العامل الثالث، فيقع التزاحم والتنافس والتعارض بين العمال الذين يعملون كل في مكانه، لكن بعضهم قد يطغى على بعض، بعضهم قد يغلب على البعض الآخر. فمرتبة الملك الفعلي هي مرتبة تزاحم الإرادات وتنافس الإرادات، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من مراتب ملكه هي مرتبة الحكومة بين هذه الإرادات. من الذي يحكم ويقدم إرادة على أخرى ويرجح عامل على آخر ويقدم شركة على أخرى؟ من؟ هو نفس هذا الملك، هو نفس هذا صاحب الشركة. صاحب الشركة من مراتب ملكه الحكومة بين الإرادات والفصل بين الخصومات ورفع التنازع وتقديم إرادة على أخرى وتقديم سبب على آخر. هذه من مراتب حكمه، من مراتب ملكه الحكومة والسلطنة فوق الإرادات كلها. هذه مرتبة ثانية. هذه المرتبة الثانية نعبر عنها مرتبة السلطنة. عندنا مرتبة ثالثة وهي مرتبة التقدير. مو هذا ما يدير شركة بدون مخطط، وهذا الملك ما يدير دولة بدون مخطط. ما سمعنا ملك يدير دولة بدون مخطط، لا محالة عنده مخطط. هذا المخطط فيه تفاصيل شؤون الشركة، تفاصيل شؤون الدولة. كل شركة، كل عامل، كل موظف يرتبط بسلسلة معينة من الأنظمة، بسلسلة معينة من القوانين، وجميع هذه التسلسلات محفوظة في وعاء لدى هذا الملك، لدى صاحب الشركة. يسمى ذلك الوعاء وعاء التقدير. إذن هناك مرتبة الملك الفعلي، هناك مرتبة السلطنة، هناك مرتبة التقدير والإحاطة. إحنا إذا نريد نعبر عن هذه المراتب نسمي المرتبة الأولى مرتبة الوجود، نسمي المرتبة الثانية مرتبة الكرسي. الكرسي هو مرتبة الحكومة والسلطنة، ونسمي المرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة التقدير والإحاطة نسميها بمرتبة العرش. فالعرش مرتبة فوق مرتبة الكرسي، والكرسي مرتبة فوق مرتبة الوجود الخارجي. فهي مراتب ثلاث للملك، وكل مرتبة تسمى باسم معين. نجي بالنسبة إلى الله جل جلاله، نقول هناك مرتبة من مراتب علمه وهي وجودنا إحنا، وجودنا المادي بحدودنا المادية. هذا العالم عالم المادي، عالم أنواع، إنسان، حيوان، نبات، ملك، جن، عالم أنواع. ونفس الأنواع تنقسم إلى أصناف، الإنسان ينقسم إلى أصناف، إنسان مثلا إفريقي، إنسان آسيوي، إنسان إنجليزي. وهائل الأصناف تنقسم إلى أفراد، هذا الإنسان الآسيوي ينقسم إلى زيد وبكر وخالد وعمر إلى آخره. هذه كلها حدود. هذا العالم المادي بحدوده معلوم لدى الله عز وجل، وعلمه به عز وجل عين وجوده. علم الله بي هو عين وجودي، يعني الله ما يحتاج ياخذ عني صورة حتى يعرفني، لا، علمه بي عين وجودي، وجودي عنده هو عين علمه بي وليس شيئا آخر. فلذلك هذه المرتبة
من الوجود المادي بحدوده بتفاصيله تسمى مرتبة العلم الفعلي. هو يعلم بنا وعلمه بنا عين وجودنا، وهذا ما يسمى بمرتبة العلم الفعلي. زين، نجي إلى مرتبة من علمه أعلى من هذه المرتبة، وهي ما نسميها بمرتبة السلطنة. هو علم، مرتبة من علمه، لكن تسمى بمرتبة السلطنة. شلون؟ إحنا أيضا، إحنا الآن موجودين في هذا الكون وجود مادي، لكن إلينا وجود، قبل هذا الوجود وجود غير مادي، وجود غير محدود. كنا موجودين وجودا غير محدود، وهنا في عالم المادة لنا وجود محدود. ليش؟ انتبه إلى هذه النقطة. الفلاسفة يقولون المادة منشأ الحد والنقص، والتجرد منشأ الكمال والإطلاق. يعني أنا الآن من أصير مادة، مادة إليها طول وعرض وعمق، مادة تشغل حيز من الفراغ، بمجرد أن أصبح مادة لازم يصير لي شنو؟ حد. المادة منشأ الحد، المادة مساوقة للحد، لا يمكن أن يصبح مادة ما لم يكن له حد، والحد منشأ النقص. هذا الحجر ما يقدر يصير نبات، أكو حد صارم يحجب الحجر عن أن يتطور فيصبح نباتاً. النبات أيضا محدود، ما يقدر يصير حيوان، في حد يمنعه أن يتحول إلى متحرك بالإرادة إلى حيوان. حيوان أكو حد يمنعه أن يتحول إلى إنسان. لكل موجود مادي حد، وهو فقدان المرتبة الأعلى. فالمادة منشأ الحد، والحد منشأ النقص. تجي الآن إلى المجرد اللي لا مو مادي، ما إلى حدود مادية، هذا لا يعرف الحد، ما دام مو مادي ما إلى حد، لأن منشأ الحد هو المادة. ولا يعرف النقص، يكون كمالا محضا. فالتجرد منشأ الإطلاق، يعني اللا محدودية، ومنشأ الكمال. إحنا قبل وجودنا هذا المادي كنا في عالم موجودين، لكن ما عندنا هذه الحدود المادية، محدودون بعلم الله عز وجل لا أكثر. ليست لنا هذه الحدود المادية، وإنما نحن محدودون بعلم الله. كان لنا وجود ليس ماديا، لا يعرف الحد، لا يعرف النقص، وذلك الوجود الذي كان لنا هو عين علمه بنا تبارك وتعالى، وذلك العلم هو المسمى بالكرسي. شوف كيف الإنسان ينزل ويهبط من عالم الكرسي إلى عالم المادة. القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله لا بقدر معلوم. أنت كنت في عالم الكرسي، كنت في عالم الكرسي وجودا غير محدود غير مقدر، يعني كنت في عالم الكرسي مختزن، ثم نزلت إلى عالم المادة نزولا محدودا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فعالم الكرسي هو مرتبة من علم الله، وهو العلم بالأشياء من حيث أنها غير محدودة، من حيث أنها مجردة، لا من حيث أنها محدودة. وبما أنه علم بالأشياء
قبل أن ينزلها إلى عالم المادة علم بها من حيث أنها مجردة، فهذه المرتبة من العلم وهي علمه بالأشياء من حيث أنها مجردة تسمى بالكرسي، وهي مقام السلطنة ومظهر لسلطنته تبارك وتعالى. فوق هذه المرتبة من العلم علمه بجميع ما سواه، مو بس علمه بالماديات، مو بس علمه بالسماوات والأرض، لا لا، بجميع ما سواه. فوق هذه المرتبة، مرتبة الكرسي، علمه بجميع ما سواه تبارك وتعالى، الذي يشمل عالم الجبروت وهو عالم العقول، عالم الملكوت وهو عالم النفوس، عالم وعالم الملك، وهكذا من العوالم. علمه بجميع ما سواه تبارك وتعالى، وفي علمه وفي هذه المرتبة من العلم مبدأ الأشياء كلها. يعني الآن مثلا هذا الإنسان ينحدر من سبب وهو النطفة، النطفة تنحدر من سبب وهو الأب، الأب ينحدر من سبب، إلى أن تنتهي هذه الأسباب الجزئية إلى أسباب كلية، إلى مناشئ كلية. جميع هذه السلسلة من الأسباب والمسببات معلومة في مرتبة علمه الأولى، وتلك المرتبة التي هي العلم بجميع ما سواه تسمى بالعرش. وهذه المرتبة التي تسمى بالعرش هي مظهر لمالكيته تبارك وتعالى وقيوميته تبارك وتعالى لجميع ما سواه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. زين، هذا بحسب المنظور الفلسفي. نجي للآن المنظور الروائي، ما يستفاد من بعض الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي الآن إلى هذه الرواية، رواية جيدة، نختصر على رواية واحدة. في التوحيد، الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب التوحيد عن حنان ابن سدير عن الصادق عليه السلام سأله: ما العرش وما الكرسي؟ أجاب الإمام، تفت، قال: العرش والكرسي بابان من أبواب الغيوب، بابان من أبواب الغيب، وهما مقرونان بالغيب، يعني ما ينفكان، كل منهما ملازم للآخر، وهما مقرونان بالغيب. فالكرسي هو الباب الظاهر من الغيب، منه مطلع الأشياء ومنه البدع بالعين، والعرش هو الباب الباطن من الغيب، وفيه علم الكيف والقدر والمشيئة وصفة الإرادة والكون. شنو هذا الكلام؟ كلام العظيم، كلام العظماء، عظيم الكلام. وانت تروح تدوخ حالك ويا قتادة، ويا وش قال قتادة، وش قال الرازي، وش قال، تعال اسمع وش يقول جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله. من وين قاعدين يتحدثوا ذيلين؟ من وين قاعدين يخبرون؟ جاء
جاء قتادة إلى الإمام الباقر. قتادة إذا تفتح تفاسير إخواننا أهل السنة كلها قتادة، زين، لا تدخل الكشاف للزمخشري، تدخل التفسير الكبير للرازي، وهكذا قال قتادة وقال قتادة، زين. قتادة دخل على الإمام الباقر عليه السلام، قال: يا قتادة، بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال: نعم. قال: إن كنت تفسره من عندك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من الرجال فقد هلكت وأهلكت، إنما يعرف القرآن من خوطب به، يعني النبي محمد إنما يعرف القرآن من خوطب به وما هو، يعني بعد النبي، إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. وما ورثك الله من كتابه حرفا. حديث الثقلين يقول لكم ارجعوا لهؤلاء، بعنت تروح لقتادة حقوه: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وإنت مجود في قتادة ومجود في الله، هذا مثل ما يقولوا أهل الأول: ورقة ملزقة بتمر، حاجة ملزقة بتمر توقف؟ ما توقف، تطيح. هذا شكل ملزقة بتمر. الصادق عليه السلام منهل العلم، مصدر العلم، يقول: هذا هو الكرسي وهذا هو العرش. زين، الكرسي الباب الظاهر من الغيب، منه مطلع الأشياء ومنه البدع، والعرش هو الباب الباطن من الغيب، بابان مقرونان، بمعنى أن العرش والكرسي عبارة عن علمه تبارك وتعالى، لكن علمه له لحاظان: لحاظ بالنسبة إليه جل وعلا، ولحاظ بالنسبة إلى الوجود. علمه عز وجل إذا لوحظ بالنسبة إليه فهو الباب الباطن من الغيب، وإذا لوحظ بالنسبة إلى عالم الوجود فهو الباب الظاهر. علمه بالنسبة إليه باب باطن من الغيب لا يعلمه إلا هو. علمه بالنسبة إلى الوجود، حيث إن هذا الوجود ينحدر عن علمه وينبعث عن علمه، فنسبة هذا الوجود إلى علمه يكون العلم هو الباب شنو؟ الظاهر من الغيب. وقد قلنا بأن علمه تبارك وتعالى وهو غيب الغيوب، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. علمه تبارك وتعالى، علمه ليس علما صوريا يعني نتيجة صور، لا، علم علم حضوري، المعلوم حاضر بنفسه عنده، وليس عبر الصورة ولا بواسطة الصورة. ونحن الموجودات التي خلقها وبرأها، نحن الموجودات التي خلقها وبرأها، نحن لنا ثلاث حالات: مو علمه هو يتغير، مو علمه هو يتبدل،
التبدل والتغير والتحول في المعلوم نفسه لا في علمه، علمه عين حضور المعلوم، المعلوم هو يتصف بثلاث حالات. شنو الحالات اللي احنا نتصف بها؟ نحن مررنا بثلاث حالات. شنو الحالات؟ الحالة الأولى أننا كنا كلنا وجود واحد، وجود إجمالي يسمى، ما في ذاك الوجود زيد وعمر وبكر وإنسان وحيوان، لا، خيط الوجود خيط واحد جامع لشتات الموجودات، فذلك وجود إجمالي بسيط لا كثرة فيه ولا تعدد فيه. كل هالموجودات كانت شنو؟ مطوية، كلها كانت مطوية في وجود واحد وهو وجود إجمالي بسيط لا كثرة فيه لا تعدد فيه، جميع الموجودات هكذا. ثم بسط هذا المطوي فخرج من اللث إلى النشر، من الطي إلى البسط، من الإجمال إلى التفصيل. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك هذا الوجود الآن اللي احنا نعيش فيه، اللي في سماء وأرض وشمس وقمر وإنسان وحيوان ونبات وحجر، يعاد مرة ثانية، يطوى، يرجع إلى الوجود البسيط الإجمالي، يعاد مرة أخرى ويطوى. أشارت الآيات القرآنية إلى يوم الطي، ذلك يوم الجمع لا ريب فيه، يوم الجمع. هذه التفاصيل كلها تجمع في وجود واحد. والسماوات والأرض شنو؟ مطويات بيمينه. إذن كان هذا الوجود وجودا إجماليا بسيطا، وعلمه بهذا الوجود عين إفاضته له تبارك وتعالى، وتلك المرتبة من العلم المسمات بالعرش، فهي الباب الباطن من الغيب. ثم هذا الموجود مر بحالة ثانية، صار شنو؟ صار لا كثير، بسط الوجود الإجمالي فأصبح وجودا تفصيليا لكنه ما زال مجرد من المادة. وجدنا نحن في عالم آخر وجودا تجرديا، وجدنا وجودا تجرديا، وعلمه بنا في ذلك العالم الآخر هو عين إيجادنا وجودا تجرديا، وذلك العالم الآخر هو عالم الكرسي، فهو الباب الظاهر من الغيب. ثم تنزلنا إلى هذا العالم المادي، نزلنا بالحدود بالأقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا الوجود اللي إحنا فيه هو عالم المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بمعارف القرآن، وأن يهدينا للتدبر في القرآن، وأن يربطنا بأهل الذكر وأهل القرآن، أهل بيت النبوة. اللهم ثبتنا في الدنيا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، واجعلنا معهم أحياء وأمواتا. اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات،
واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات، وانصرهم يا رب العالمين، خصوصا إخواننا في البحرين. اللهم فرج عنهم وانصرهم نصرا عزيزا، وادفع عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسراهم وأسر المؤمنين والمؤمنات، وردهم إلى أهاليهم سالمين بحق هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.